السلام عليكم. اليوم بدي احضر كابوتشينو، بس تحضره بيلزمني قهوة الاسبريسو. كيف بعمل الاسبريسو؟ كتير سهل. بيلزمني قهوة سريعة الذوبان مثل هيدي، بحطها بالطحانة، وبطحنها بالآلة، وهيك صار عندي إسبريسو. إذا مثل ما شايفين صار عندي إسبريسو. فيكم تطعموا أكتر، بحط نص كوب من المي المغلية، بضيف لها ملعقة طاولة من الإسبريسو وسكر حسب الذوق، بحرك جيدا إسبريسو. عادة بيعملوه بفنجان صغير مثل هيدا، بس أنا عندي فنجان هوني أكبر، بحبه أكتر لما أشرب الإسبريسو الكابوتشينو. إذا بعد ما حركت القهوة بدي أعمل كريمة صحية من حليب، بحط شوية حليب بوسط خفاق بسيط مثل هيدا، خفاق يدوي، بخفقهم حتى يصيروا كريمة. مثل ما شايفين عم ترتفع الكريمة، كل ما بخفق كل ما تعلى. بيكفي. إذا نضيف الكريمة وهيك بيصير عندي كابوتشينو كتير لذيذ. عادة بالكريمة الدسم كتير فين يرسموا أشكال، بس هالكريمة لأنها خفيفة وصحية معمولة من الحليب الصافي، ما عندها الملمس السميك اللي بيخليها تكمش على بعضها وتقدروا تعملوا أشكال فيها. بس أنا بفضل إنه أشربها بدون أشكال وتكون صحية على شرايين وما تعمل لي جلطات، من انه شوف منظر جميل وتسبب لي مشاكل صحية. هلأ بدي ذوقها. لذيذ جدا. بتمنى هالحلقة تكون عجبتكم. اذا حابين تشاهدوا المزيد اضغطوا على الرابط اسفل هالشريط او فتشوا في اليوتيوب تحت ايهاب بلانيت كل وحدة، وما تنسوا الاشتراك. إلى اللقاء.